مرحبا مرحبا. أنا شخص مثلي مثلك، المحيط اللي عايش فيه كتير عالم عايشينه ومعاناتهم فيه مستمرة. مهم، في كتير قصص ومواضيع صارت وعم تصير معي وحابب أحكي عنها بهالقناة. بالمختصر المفيد، التصنع. شرح المفردات: التصنع نقطتين أكل خرا. أكيد في عالم هلأ عم تقول ليش عم يسب؟ خليني أشرح أكثر. مرة بلبنان نقصنا خبز، نزلت لأشتري ربطة، وإذ بشوف روميو وجولييت أو مهند ونور، ما بعرف شو بدي سميهم، بس عايشين الحب بكل حالاته، عم يتغزلوا ببعض. قال له أنا بحبك. طلعت فيها لشوف شو بدها تجاوبه، بس اللي صار صرعني. طلعت فيه، عصبت، وهي عم ترجف قالت له فادي ليش بالعربي؟ نزعت المومنت. احكي لي جتين هالكلمة احساس عالي. هلا انا بمخي صار التالي: لو انا بداله بصفقها كف بنسيها فيه الابجديه جتيم شانزلي زيت واشياء اخرى. الا جتيم حسيبه فلجني هالمزار فكر. تركتهم مبعوث، رحت اشتريت ربطه خبز، علبه سردين، بندورتين، ليمونه، ونص كيلو زيتون، كان عندي بصل بالبيت. لا مش عم بحكي لك عصير السردين صديقي الله يذكره بالخير. أبمالك بين قوسين قاهر الدمع، معروف بالحارة بعدة أسماء، أهمها الهكر المأزي اللي هو عم باي. وعلى أرض الواقع إذا نسي كلمة سر الفيسبوك تبعه يفوت بألف حيط ليحط واحدة جديدة. هواياته الكذب، تربية الحمام، وشرب المتي. عاداتنا كانت من الساعة 8 لتسعة ونص، لأنه الست الوالدة ما كانت تحبه يطول بالسهرة. من القصص اللي ما بنساها لما كان قاعد على البلكون عم يشرب متة، مرت بنت حركت له مشاعره وأشياء أخرى. من وصفه حسيتها ملكة جمال الكون وعم تصرخ بأعلى صوتها: داخلي عليك أب مالك لحقني. عم فز على بصينية المتة وكل هدوء وثقة بالنفس. قال له وصلتي يا كوثر. نط من البلكون وقال له لك شو القصة خير؟ قالت له شوف هالزهران عم يلحقوني ويلطشوني. قال له هون بالحارة صار الحكي. والله يا ربي فيهم القرود الزرق. مهم، ثمانية بالعناية المشددة، أربع حروق من الدرجة الثانية واثنين أشياء أخرى، وهو طلع من العلقة مثل الشعرة من العجين. رجع على البيت بس إيد الست الوالدة، زبط إبريق متة وكمل يومه وكأنه شي ما صار. هو هيك حنون ومجنون. بتمنى يكون هالفيديو عجبكم. أنا بنبسط بكل تعليق بتكتبوه، وإذا بدكم قصص أكثر إثارة اشتركوا بالقناة، وبشوفكم فيديو جديد.